السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير. اليوم غنتكلموا على بعض القضايا المرتبطه بفقه النساء في رمضان عاده بعض النساء كيسولوا هل ممكن ان اقرا المصحف الشريف من الهاتف النقال الهواتف الذكيه اذا كنت حائضا الحيض شيء كتبه الله تعالى على بنات ادم فالمراه تحيض اياما من شهرها وربنا عز وجل قال يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض فالحيض هو مانع من الصيام ومن الصلاة لكن بعض النساء يتساءلن إذا كنا في رمضان شهر الصيام والقيام والمغفرة والرضوان ونحن محرومات من الصلاة ومن الصيام نشعر بفراغ ايماني، نريد ان نملا فراغنا، هل لنا ان نقرا القران؟ نعم المراه تكثر من ذكر الله وخصوصا تلاوه القران. العلماء كيقولوا اولا المراه الحائض تقرا القران من حفظها، اولا من حفظها اذا كانت حافظه تردد الايات والسور لحفظها. اذا لم تكن حافظه لها ان تستمع. فهناك قنوات فضائيه وهناك محطات اذاعيه تذيع القران العظيم لها ان تختار ما تشاء وتستمع وتستفيد اذا تعذر عليها ممكن ان تاخذ الهاتف النقال ديك لابيس اللي مكتوب القران العظيم هي خليط فيها مجموعه ديال الاشياء لا تسمى صفحه القران العلماء جلهم افتوا بان الهاتف النقال وانا المسه وفي البروغرام ديال القران العظيم لا يسمى مس للمصحف لان الحقيقه ديال ديك الشريحه هي صغيره جدا فيها واحد مجموعة من التقنيات معقده فيها قران كريم فيها صور فيها فيديوهات فيها مجموعه اشياء مختلطه فالقران الكريم يبقى استثناء فيجوز للمراه ان تاخذ الهاتف النقال وتقرا منه واذا أردت ان تقرا من المصحف ذاته لها ذلك بأن يكون بينه وبينها حائل لأن الآية الكريمة تقول وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون لا يمسه المس ممنوع المس فممكن أن أستعمل حائل كقفازات في يدي أو منديل وألمس المصحف وإن كان بعض العلماء يقول لك المقصود بالآية ليس هو المصحف وإنما اللوح المحفوظ وانه لقران كريم في كتاب مكنون يعني اللوح المحفوظ لا يمسه الا المطهرون والمطهرون هم الملائكه فتقبل الله تعالى من اخواتنا الفاضلات ونسائنا المكرمات ورمضان كريم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله